موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا في مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباحثات على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية تقديم مساعدات تكفي لإعاشة المدنيين في غزة من المجتمع الدولي. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة وجود مناطق آمنة في قطاع غزة تسمح بتواجد وإعاشة المدنيين الذين فقدوا منازلهم، مشيرا إلى رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين، وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وتعمل على احتواء التصعيد في غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس حكومة مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، دولة رئيس حكومة مملكة بلجيكا ألكسندر دي كرو، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في زيارتكما إلى مصر. سعيد جدا بوجودكم، أقدر جدا هذه الزيارة، دولة رئيس الوزراء بيدرو ودولة رئيس الوزراء ألكسندر، برحب بكم أهلا وسهلا. أشكركم أيضا على حضوركم، وأشكركم على مواقفكم الحقيقة اللي بسجل بتقدير واحترام اتجاه التطورات اللي بتحدث في قطاع غزة. تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم الحقيقة مرحلتين. المرحلة الأولى بتتعلق بالتطورات اللي بتتم خلال هذه الفترة في القطاع من مواجهات عسكرية موجودة، والنتائج اللي بتتم على الأرض فيها، والإجراءات اللي احنا محتاجين نتحرك فيها بفعالية أكتر. وإحنا هنا بنتكلم على احنا النهاردة بنتكلم على هدنة يعني مؤقتة لمدة 4-5 أيام، ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى اللي موجودين لدى حماس، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات. وهنا أنا بتكلم على أن إحنا محتاجين ندخل مساعدات أو إدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان. 2.3 مليون إنسان محتاجين كل شيء، من المية للأغذية للمواد الطبية لكل شيء، عشان تقدر نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. إحنا بنتكلم على ناس بتعاني في القطاع من عدم وجود مياه شرب صالحة، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية، وطبعا تحت القصف اللي أفرز سقوط حتى الآن ما يقرب من 15 ألف من المدنيين، منهم أكتر من 5500 من الأطفال، وأكتر من 2000 من السيدات. احنا بنتكلم على 60-70% من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، وده أمر لابد من وضعه في الاعتبار. إذن احنا محتاجين خلال اللي احنا في حديثنا مع دولة رئيس وزراء بلجيكا ودولة رئيس وزراء أسبانيا على أهمية ان المجتمع الدولي يقوم بتقديم مساعدات تكفي إعاشة المدنيين او المواطنين اللي موجودين اللي بيعانوا من القطاع. دي نقطة. النقطة الثانية، تكلمنا أيضا على أهمية إن يبقى في مناطق آمنة، والمناطق الآمنة اللي بنتكلم عليها مش في جنوب القطاع، احنا بنتكلم على مناطق آمنة موجودة في وسط القطاع وشمال القطاع وجنوب القطاع، تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها. واحنا هنا بنتكلم على تدمير مش أقل من 40-50 ألف منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70 ألف 100 ألف منزل تضرروا بشكل أو بآخر. وبالتالي احنا بنتكلم على مناطق أمنة تسمح بإعاشة وتواجد هذه المواطنين. الهدف من كده ايه؟ ده كلامنا اللي احنا تحدثنا فيه، ان احنا نساعد القطاع على ان فكرة تهجير الفلسطينيين مش بالتصريحات، لان اللي بيتم دلوقتي هو عمليا يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي ده دفع أو تهجير قسري بشكل أو بآخر إلى خارج قطاع غزة. وأنا أكدت وفي توافق الحقيقة، سواء كان في حديثي مع الرئيس بايدن في هذا الأمر، أن أنا قلت له أن هذا الأمر خطير، وهو أكد لي
ان هو لن يسمح ايضا بتهجير قسري خارج القطاع. وهنا ايضا هذا الامر تم تجديده مع اصدقائنا المسؤولين رئيس دولة اسبانيا ورئيس دولة بلجيكا على اهمية عدم التهجير القسري الى خارج القطاع. وانا من جانبي في مصر انا اكدت ده امبارح وبقوله النهارده ان احنا في مصر لن نسمح بذلك. احنا استقبلنا 9 ملايين، وده امر كان نتيجه ظروف مختلفه عن الظروف اللي موجوده في قطاع غزه. اللي استقبلناهم عندهم مشاكل في بلادهم، مشاكل امنيه زي سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، السودان، لكن بلادهم موجوده محدش هياخدها. لكن القطاع حاجه امر مختلف خالص، وبالتالي ده امر احنا قلنا ان ده بالنسبه لنا امر لن نسمح به ولن نقبله، اولا للتهجير القسري او لتصفيه القضيه الفلسطينيه. وده في توافق دولي وتواجدت تفهم حقيقي من الاصدقاء تجاه هذا الموضوع المهم. ايضا اكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات بدء الهدنه الانسانيه المؤقته في قطاع غزه بين الفصائل الفلسطينيه واسرائيل حيز التنفيذ، والتي تم التوصل اليها بجهود مصريه قطريه وبرعايه امريكيه. واوضح رئيس الهيئه ان اتفاق الهدنه نص على التهدئه الانسانيه وتبادل الاسرى من النساء والاطفال دون سن 19 عاما على أن تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين لبحث تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وناقش الجانبان آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين الرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل للقيمة للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة. ترأس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا للجنة الرئيسية لإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة الإجراءات الوقائية والتجهيزات اللازمة قبل حلول موسم الشتاء لمواجهة الظواهر الطبيعية والمرتبطة بتقلبات الطقس وما يترتب عليها من سقوط أمطار غزيرة وسيول. ووجه وزير الإسكان بتشكيل فريق عمل متكامل لتشغيل الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث والعمل في ورديات على مدار 24 ساعة ووضع قواعد محددة للتعامل مع حدوث أي طارئ وآلية لتلقي البلاغات وإيصالها إلى المستويات العليا لاتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت ممكن.